المباراة التمهيدية يعني راجل بنفس الأداء بيدافع بنفس الأداء، تلاقيه في المباراة النهائية، في المباراة قبل النهائية، في المباراة المحلية، في المباراة الإفريقية نفس الأداء. أنا هدي لك أرقام لأسام لوليد سليمان وحضرتك تتكلم عنه. وليد سليمان يعني مكسب كبير للنادي الأهلي، مكسب في شخصيته، حتى الشخصية بتاعته منقولة للعيبة. هو دلوقتي يعتبر من كباتن الفرقة، كباتن الفرقة بأدائه في الملعب، بالحاجات اللي بحققها داخل الملعب. وليد سليمان ليه دور مهم جدا في النواحي الهجومية. النهاردة في الهدف اللي بيحرزه، النهاردة في الأسيست التاني اللي بيعملها الإسلام محارب. فهو دايما شخصية اللاعب الكبير اللي عنده خبرات بتبان في الوقت الصعب. النهاردة وليد سليمان في دور زي دوت قدام فرقة كويسة ظهر النهاردة شخصية. طب اقول لك ارقامه يا كابتن وحضرتك تكمل. يعني هو لعب 75 دقيقة، جاب جول، عمل 2 اسيست النهارده، 2 اسيست بتاع صلاح محسن، بتاع اسلام محارب، صنع هدفين طبعا اللي هو زي ما ذكرتهم، وصنع محاولات فرص 3، محاولات عامة 4، دقة تمريره كانت 25، اخطاء له 5، تاكلينج صحيح 1، الفوز في 75 من الالتحامات، تسديدات على المرمى برضه، وتسديدات على المرمى بس ما كانتش يعني دقة المحاولات يعني، يعني معظمها الشوط ما كانش الشوط قبل ما يعمل الجول او يجيب الجول ما كانش عالي قوي. اتفضل يا كابتن. لا وليد سليمان طبعا لعيب مهم جدا فرقه النادي الاهلي، حتى النهارده ظهرت خطورته في دايما في الربط بين الخطوط. النهارده حسام عاشور وهشام محمد لما بيرفع عينه بيلاقي وليد سليمان دايما هو اللي بيحل في الناحيه الهجوميه. دايما كان برضه حلقه وصل ما بين نص الملعب وما بين المنطقه اللي قدام، الدور اللي كان بيقوم به ناصر ماهر هو النهارده اداه بشكل كبير جدا. كان دايما بيتحرك عكس وليد ازارو. وليد ازارو طبعا النهارده عمل مجهود كبير، يعني ما فيش مش موفق في احراز الاهداف، وهو مستعجل حته الهدف. ان شاء الله يعني الاهداف بتاعته تيجي في الماتشات الجايه. لكن النهارده وليد سليمان ادى مباراه كبيره، ودور وليد سليمان كمان مبانش في المباريات اللي عندك، يعني حتى بان في المباراه الاولى اللي كانت خارج ملعبك برضه ادى بشكل مميز جدا، بالرغم انه كان لسه راجع من اصابه او بقاله فترات حوالي 3 4 مباريات بعيد، لكن برضه خبراته يعني ازاي يقف في الملعب، ازاي يظهر بشكل كويس. فهو ده اللاعب اللي عنده شخصيه، وهو دايما اللي بيميز لعيبه النادي الاهلي انه يبقى عندك الشخصيه. النهارده صلاح محسن شفناه النهارده في وقت بينزل، النهارده بيسجل، وشفناه في مباريات قبل كده. احنا محتاجين دايما شخصيه اللعيب بتاع النادي الاهلي بيعلى قوي. صلاح خلي بالك طبعا بيعلى قوي، بيعلى بشخصيه الاهلي وفكر الاهلي، هو عايز بس ياخد رجله تبقى في الملعب أكثر. فريق الاهلي طبعا بيعلى يعني ما شاء الله. لو انت عملت له احصائيه مثلا في اخر 6 مباريات ولا حاجه، هتلاقي جايب حوالي 80% او 90% من المباريات اللي شارك فيها اهداف. حسن النقاط طبعا. وبتبقى صعبه ان اللعيب يبقى قاعد على الخط بره وينزل، بتبقى برضه اندماجه ما بيبقاش سريع مع الفرقه، انما ده بتحس ان هو بيكمل، ممكن يحرز هدف كمان. وليد سليمان برضو يا كابتن سيد، يعني احنا كنا بنتكلم على المنتخب خلال الفتره اللي فاتت، لا وليد سليمان لازم حقه انه هو ما يعني كان فتره كاس العالم كان لازم يكون متواجد، واحنا نادينا بالكلام دوت، وكان بيأدي يعني لقاءات كويسه جدا مع النادي الاهلي، وكان يعني عامل طفره مع النادي الاهلي. النهارده هو ما زال لسه مستمر على نفس الاداء. لازم يبقى فيه نظره للمنتخب بغض النظر عن السن. ما النهارده انت كمنتخب ممكن بتاخد عناصر خبرات تكون موجوده، لا وليد سليمان يستحق على الاداء اللي احنا بنشوفه مع النادي الاهلي، يستحق ان يكون متواجد في منتخب مصر. على الاداء وعلى المجهود كمان. انت توقعت يعني وليد سليمان اصلا واداؤه النهارده يا كابتن حشيش؟ خبرات عاليه قوي لوليد في على مستوى طبعا افريقيا، شفناه في نهايات كبيره هو بيبقى العنصر نمره واحد في مكسب النادي الاهلي. النهارده بنشوفه خبراته غير الباصات اللي بالاسيست اللي الاثنين اللي احرز منهم اهداف النادي الاهلي والجون اللي جابه، كمان في بعض الكور بتبقى محتاج لعيب زي وليد يتقل على الكوره وياخد فاول عشان تريح الفرقه وتبتدي مثلا وتحضر عليها هجمه. الحاجات دي ممكن بعض الناس ما ياخدوش بالهم منها، انما الحاجات دي مهمه قوي. عايزه لعيب تقيل زي وليد وخبره، ازاي يقدر كمان وليد من النوع اللي بيعرف ياخد فاول ازاي؟ واخد بالك ازاي؟ فوليد يعني بصراحه انا توقعت له كده قبل الماتش، وانا يعني فخور انه كان من احسن الناس، يمكن انا بعتبره طبعا رجل المباراه. طيب عايز تقول حاجه في النقطه دي يا كابتن اسامه؟ طبعا وليد كلنا متفقين ان هو فعلا رجل المباراه، ودوره كبير جدا طول ما من ساعه ما جه النادي الاهلي حتى هذه اللحظه، ودوره بيبان كمان اكتر في وسط
البعض اللاعبين الكتار اللي جم. طبعا عايز اقول لك بس الناس متواصله معانا جدا، الناس كلها بتتفرج علينا وبتشاهدكم بصراحه يعني